مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه. وقبل ذلك جوله في اهم العناوين. في الزمان تفاقم الاوضاع في ذي قرع عقب تظاهرات غاضبه مطالبه بالخدمات. في المدى خبراء في الشان الاقتصادي والمالي يحذرون من التلاعب بسعر صرف الدولار مجددا. في القدس العربي وفاة نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي حمدان بن راشد آل مكتوم. في العربية الجديد طائرات الاحتلال تقصف موقعين لحماس في غزة ودير البلح. في الشرق الأوسط أوروبا تخشى سرعة طفرات كوفيد-19. في عربي 21 بغداد وواشنطن تراجعان الحوار الاستراتيجي في نيسان المقبل. وفي العرب اللندنية السفير السعودي يلبي دعوة عون ويذكره باتفاق الطائف. الشعب العراقي وحيدا، هذا عنوان مقال جاء في مطلع عراق مدني آمن ومزدهر أنفع لأمن الدول الشقيقة ومصالحها من عراق ممزق مفلس فاشل. ساهمت هي من عن قصد أو عن جهالة في تركه نهبا لميليشيات حولته إلى خرابة يتولد فيها الإرهابيون. حول دور العرب في العراق كتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. لقد كان سهلاً على دول أشقائنا عرب الجوار أن تدخل العراق، ولكن في الأيام الأولى التي عقبت الغزو الأمريكي عام 2003 من خلال تقديم الخبرات والمعونات المادية والفنية للحكومة المركزية والمحافظات في المجالات الخدمية والإنتاجية والاستثمارية التي كانت بحاجة ماسة وملحة إلى الدعم والمساندة في زمن الفوضى التي أعقب سقوط النظام السابق والخراب الذي لحق بأجهزة الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية كافة. وكان ممكناً لو فعلت ذلك وفي ذلك الوقت العصيب أن تكون موضع ترحيب وامتنان لدى الشعب العراقي، فتؤسس لها علاقات ثابتة لا يمكن اجتثاثها بسهولة حتى بعد أن أصبح العراق إيرانيا الهوى والإرادة والقرار، ولكنها لم تفعل. ربما لأن حليفها الأمريكي الذي كان في حالة تناغم وتفاهم وتعاون وتبادل الخدمات مع النظام الإيراني لم يسمح لها باقتحام ملعبه الجديد والتشويش على مخططاته التي انتهت به إلى تسليم العراق أرضاً وشعباً وثروات للإيرانيين. ثم تقاعست حكومات الأشقاء عرب الجوار وفضلت أن تبقى على التل وأن تترك شقيقها العراق يختطف ويقصقص قطعة فقطعة ويتساقط في أحضان الحرس الثوري ويتحول إلى سكين في خاصرتها هي قبل غيرها. في مقاله يضيف إبراهيم الزبيدي شيئا آخر ويقول فيه إن القناطير المقنطرة من أموال الدول العربية التي أنفقت على السياسيين وما زالت تنفق على أولئك الحلفاء لم يصل منها إلى جائع عراقي واحد سوى فتات، ناهيك عن المحتاجين في المحافظات الأخرى، ولم تعد مهجرا أو نازحا أو لم تعد مهجرا أو نازحا ولاجئا إلى منزله، ولم تمنع جريمة قتل أو اعتقال أو نهب أو اغتصاب يرتكبها أعداء العدالة والكرامة والإنسانية والدين. عن قطاع طرق الديمقراطية في العراق كتب علي حسين مقالا تهكميا نشر في صحيفة المدى، وجاء في مقاله أبو مازن أحمد الجبوري يطالب بإجراء تحقيق دولي عن عمليات الفساد. طبعا لا فرق بين استعراضات أبو مازن واستعراض الكثير من النواب، هم يفرضون عضلاتهم ضد من ينتقدهم، سوى أن أبو مازن يغلف أو يغلف استعراضاته بابتساماته الساحرة وتأكيده على أن الشعب لا ينام قبل أن
يقبل صورة سيادته ويضعها تحت المخدة، فيما يزعم العديد من النواب أنهم يقدمون عملاً وطنياً وخدمة جليلة لشعب بلاد الرافدين. ولهذا استحق أبو مازن أن تفتح له استديوهات الفضائيات كي تتحدث عن نضاله الوطني من أجل إشاعة روح الرقص بين المواطنين. واستحق النواب الأفاضل أن ينعموا بالامتيازات والرواتب من دون أن تطأ أقدام الكثير منهم قاعة سيرد البعض متهكماً: وماذا بعد يا رجل؟ لماذا تصر على تذكيرنا بالنوائب؟ فما الذي سيجنيه الناس من برلمان سيعيد إلى مسامعهم الخطب نفسها، وستمتلئ شاشات الفضائيات بمعارك تاريخية. لكن رغم كل هذا الأسى هناك خبر مشرق. النائب مثنى السامرائي خرج علينا بنظرية جديدة خلاصتها أن العراق في وقته الحالي بحاجة إلى خبير مالي يعرف السوق جيدا، ولأن السيد السامرائي له خبرة بألعاب السوق فأنا أضم صوتي إلى صوته، يقول الكاتب، أرشحه لكي يتولى شؤون البلاد المالية. وأتمنى ألا تتهموني بأني أسخر من قامة اقتصادية، لكن يمكن لكم مراجعة ملفات الفساد التي كانت تلاحق النائب الخبير قبل أن يصبح ناطقا باسم الديمقراطية. أبو مازن أحمد الجبوري يطالب بإجراء تحقيق دولي عن عمليات الفساد. طبعا لا فرق بين استعراضات أبو مازن واستعراض الكثير من النواب، وهم يفردون عضلاتهم ضد من ينتقدهم، سوى أن أبو مازن يغلف استعراضاته بابتسامته الساحرة وتأكيده على أن الشعب لا ينام قبل أن يقبل صورة سيادته ويضعها تحت المخدة، فيما يزعم العديد من النواب أنهم يقدمون عملاً وطنياً وخدمة جليلة لشعب بلاد الرافدين. ولهذا استحق أبو مازن أن تفتح له استوديوهات الفضائيات كي تتحدث عن نضاله الوطني من أجل إشاعة روح الرقص بين المواطنين. واستحق النواب الأفاضل أن ينعموا بالامتيازات والرواتب من دون أن تطأ أقدام الكثير منهم قاعة المجلس. سيرد البعض متهكماً: وماذا بعد يا رجل؟ لماذا تصر على تذكيرنا بالنوائب؟ فما الذي سيجنيه الناس من برلمان سيعيد إلى مسامعهم الخطب نفسها، وستمتلئ شاشات الفضائيات بمعارك تاريخية؟ لكن رغم كل هذا الأسى هناك خبر مشرق. النائب مثنى السامرائي خرج علينا بنظرية جديدة خلاصتها أن العراق في وقته الحالي بحاجة إلى خبير مالي يعرف السوق جيدا، ولأن سيد السامرائي له خبرة بألعاب السوق فأنا أضم صوتي إلى صوته وأرشحه لكي تولى شؤون البلاد المالية. وأتمنى ألا تتهموني بأني أسخر من قامة اقتصادية، لكن يمكن لكم مراجعة ملفات الفساد التي كانت تلاحق النائب الخبير قبل أن يصبح ناطقاً باسم الديمقراطية. ويتابع الكاتب: للأسف هناك من يريد ممارسة مهنة قطاع طرق الديمقراطية، فهم يتصورون أن الديمقراطية هي خطف الصناديق وتعبئة الجماهير. هناك فارق بين الديمقراطية عندما يستخدمها نائب انتهازي، وبين الديمقراطية كفضاء يسمح للجميع بالعمل لخدمة الوطن. حول نزاعات الأنهار في الوطن العربي وخاصة العراق، كتب داود الفرحان مقالا نشرته صحيفة الميثاق الوطني، وجاء فيها 10 سنوات من انطلاق مشروع سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق ووصول الإنشاءات إلى نحو 80%. كررت إثيوبيا رفضها للتحذيرات المصرية والسودانية وتمسكها بملء السد، كما رفضت أديس أبابا مقترح وساطة رباعية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب الاتحاد الإفريقي. أما في العراق فالأمر مختلف وأكثر تعقيداً. مشكلة الأنهار عابرة الحدود تعاني منها أكثر من دولة عربية واحدة، في مقدمتها العراق الذي يعاني من شحة مياه نهر الفرات بسبب السدود التركية والسورية منذ 70s من القرن الماضي وحتى اليوم.
بالإضافة إلى تكرار المشكلة مع نهر دجلة الذي ينبع من جبال طوروس جنوب شرقي الأناضول في تركيا أيضا، حيث بنت أنقرة أكثر من سد وحولت مجاري عدة روافد كانت تصب في نهر دجلة. وفعل النظام الإيراني الحالي الأسلوب نفسه في روافد نهر دجلة الزاب الأعلى والزاب الأسفل والعظيم والوند وديالة، ثم تحويل مجرى نهر الكارون إلى داخل إيران بعد أن كان يصب في شط العرب، وهو ملتقى نهري دجلة والفرات منذ آلاف السنين. العراق ومنذ فترة طويلة لم يحتج على السلوك الإيراني المجحف الذي أدى إلى تقليص مياه دجلة وجفاف معظم أهوار الجنوب، ما أدى إلى عطش شديد في محافظة البصرة بعد أن اندفعت مياه الخليج العربي المالحة إلى حوض شط العرب بدلاً من العكس. يتابع داود الفرحان. كان شط العرب موضع نزاع بين العراق الجمهوري وإيران الملكية في الستينات من القرن الماضي وما قبله، إلى أن تم اللجوء إلى اقتسام المجرى حسب خط التالوك الذي تم الاتفاق عليه في الجزائر بواسطة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين أو بومدين، وبحضور الرئيس العراقي صدام حسين كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة في حينه، وشاه إيران محمد رضا بهلوي. لكن العراق في عام 1980 رفض ذلك مؤكدا أن شط العرب كله نهر عراقي، ما أدى إلى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات قبل أن يوافق الخميني على وقف الحرب. كيف ينعكس التوتر بين موسكو وواشنطن في سوريا؟ مقال للكاتب مروان قبلان، نستمع إلى جزء منه. يعتقد بعضهم أن اتخاذ بايدن موقفاً متشدداً من بوتين سوف يسهم في تحجيم الدور الروسي الذي انفلش في سوريا وعموم المنطقة بسبب غض الطرف الأمريكي في عهد إدارة ترامب، ولكن هؤلاء ينسون حقيقة أن الدور الروسي في المنطقة تعاظم بما في ذلك التدخل في سوريا في عهد أوباما بايدن، وأن روسيا أحرقت تحت ناظريهما مدناً سورية بأكملها. خلاصة القول تدل التجارب على أن تدهور العلاقات الأمريكية الروسية قد لا يفيد بالضرورة في التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية، بالعكس قد يؤدي ذلك إلى تدهور الأوضاع على الأرض كما حصل قبل يومين في القصف الروسي على الأتارب. ويعتقد أنه مرتبط بالتوتر المستجد في العلاقة بين بوتين وبايدن، ولما بات دورنا نحن السوريين يقتصر على العمل مراقبين ومحللين سياسيين للتحولات المحتملة في علاقات الدول الفاعلة بقضيتنا، فليس أقل إلى أن يرزقنا الله إرادة الفعل من أن نحلل بشكل صحيح ماذا هم فاعلون بنا. في سابقة غير مألوفة في تاريخ العلاقات الروسية الأمريكية حتى في عز أيام الحرب الباردة، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة تلفزيونية نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وصفه بأنه قاتل، وقد ترك هذا التصعيد الأمريكي ضد بوتين ارتياحا في أوساط عديدة، خصوصا أن الرئيس بايدن لم يزد عن قول الحق، ذلك أن بوتين قاتل بالفعل. لكن ليس لأنه كما أشار بايدن يقوم بتسميم معارضيه ومنهم أليكسي نافالني، بل الأهم وهو ما تجاهله بايدن عمدا، لأنه تسبب منذ تدخله في سوريا عام 2015 بقتل آلاف من النساء والأطفال والشيوخ. نشرت صحيفة The Independent تقريراً أشارت فيه إلى أن القاسم المشترك بين الحرب في سوريا واقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي هو حملات التضليل الإعلامي. السوريون ما زالوا يحنون للتغيير الديمقراطي الذي دفع إلى انتفاضة ضد الأسد، وفي الأسبوع الماضي قام عدد من أبناء درعا جنوب سوريا بتنظيم تظاهرة سلمية ضد النظام ورفعوا الشعارات المعادية للنظام. وفي مدينة درعا عام 2011 قامت مجموعة من الأطفال بكتابة شعارات معادية للأسد، حيث تم اختطافهم وتعذيبهم، وحتى إنه طلب من عائلاتهم
نسيانهم والتفكير بإنجاب غيرهم، لكن المعاملة الوحشية كانت وراء الاحتجاجات في درعا والتي انتشرت في معظم أنحاء البلاد. وكان المتظاهرون من كل طبقات المجتمع، الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة والمتعلمين والطبقة العاملة، المسلمين والمسيحيين وأبناء الطائفة العلوية، وكلهم طالبوا النظام وبطريقة سلمية بالإصلاح. لكن النظام رد بعنف وفتح النيران على المتظاهرين واعتقلهم وعذبهم، وظهر صور التعذيب والأجساد المنهكة من الجوع لاحقاً، وتداولتها منظمات حقوق الإنسان التي قامت بتوثيق أبشع جرائم ارتكبت ضد الإنسانية. وعلى خلاف الثورات في تونس ومصر والبحرين، فإن الغرب لم يهتم بالثورة السورية، بل إن دعاة المقاومة في الغرب الإمبريالية والأمريكية والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية نظروا إليها نظرة لا مبالاة، وتحول هؤلاء إلى حلفاء راضين وقبلوا أكاذيب الأسد حول طبيعة الثورة ورد فعل أجهزة الأمنية، وانضم إليهم في جهودهم حزب الله وإيران اللذان كانا يريدان نظام الأسد كمعبر للأسلحة إلى منطقة المشرق وتقوية موقفهما. وأوضحت الصحيفة في التقرير أنه قبل 10 أعوام خرج المتظاهرون السوريون إلى الشوارع في تجمعات سلمية مطالبة بالإصلاح والمعاملة الإنسانية من نظام بشار الأسد، ولكنهم دفعوا ثمناً لا يمكن تخيله، وتم تدمير بلدهم ومحو مجتمعاتهم العزيزة عليهم، وفقدوا أحبابهم، وتم تشريد نصف السكان منهم، ونزح 6 ملايين مواطن إلى الخارج. وهم قبطان ينقذ سفينة لبنان من الغرق، يقول الكاتب جلبير الأشقر في مقال نشرته صحيفة القدس العربي: لم أشعر في أي وقت مضى بما في ذلك سنوات حرب 15 عاما كافة، لم أشعر أن سفينة الوطن على وشك استكمال الغرق مثل ما هي اليوم في لبنان. ويبدو من التطورات الأخيرة على هذا المسرح القرقوشي الذي اسمه السياسة اللبنانية أن فرقاءه يتلذذون في التعجيل بإغراق السفينة ما دام كل طرف منهم حائزا على عوامة خاصة به، غير مبالين بمصير غالبية الشعب اللبناني الساحقة التي لا وطن لها تعيش على متنه سوى لبنان، والتي تخشى أن تضطر إلى السير على خطى الشعبين الشقيقين الجارين الفلسطيني والسوري لحاقا بقافلة التشريد واللجوء العالمية. أما أصحاب العوامات فمستمرون باللهو على المسرح القرقوشي الذي تتوزع أدوار الخصومة عليه مداولة بين الطوائف وداخل كل منها. وإذا صح أن شر البلية ما يضحك، فإن التوزيع الطائفي للمناصب الذي يتصارع عليه ميشيل عون مسنودا من حسن نصر الله، وسعد الحريري مسنودا من نبيه بري، إنما هو تحفة في فن الفكاهة. يكفي النظر إلى الصراع على توزيع الحقائب في وزارة الأخصائيين الذين يحبذ فريق أن تكون هواياتهم السياسية معلنة، بينما يحبذ الفريق الآخر أن تكون مستورة. بات الوضع اللبناني يذكرنا بفيلم فيدريكو فيليني الرائع بروفة الأوركسترا، الذي يروي حكاية أوركسترا سيمفونية تدب الفوضى بين عازفيها بينما تتهدم القاعة التي يعزفون فيها، حتى ينتهي هذا الأمر بصورة مأساوية بموت عازفة تحت حطام أحد الجدران، فيتسبب الهدوء والصمت وتعود الأوركسترا إلى العزف، بينما يتصاعد صوت قائد الأوركسترا بنبرة ديكتاتورية متحولا من اللغة الإيطالية إلى الألمانية في رمز جلي إلى هتلر. والحال أن سيناريو الفوضى التي تليها الدكتاتورية إنما هو قديم مألوف، وقد شهد لبنان بالذات نموذجا عنه عندما أفضت بروفة الحرب الأهلية. لم تعد المملكة السعودية وخلفها حلفاؤها الدوليون راغبة في تعويم الاقتصاد اللبناني ثمنا لصيانة دور عملائها المحليين في اللعبة السياسية، يقول الكاتب: وقد أدركت أن إيران هي المستفيدة من ذلك الدور، ولم يعد النظام الإيراني مبالياً لانهيار التركيبة اللبنانية،
ما دام عملاؤه المحليون قادرين على تمتين دولتهم القائمة في إطار الدولة اللبنانية المنهارة، وهذه الأخيرة تعاني حالة قصوى من ازدواجية السلطة منذ سنين عديدة، ولا يبالي عملاء الطرفين لانهيار العملة اللبنانية، والحال أن القاسم المشترك الوحيد بينهما هو اتكالهما على الدولارات النفطية. سقطرى اليمن مع جبال على مد النظر وحياة نباتية وحيوانية فريدة وبحر فيروزي مليء بالدلافين، يبدو أرخبيل سقطرى اليمني جنة بعيدة عن كل شيء رغم النزاع الذي تعيشه البلاد منذ 6 سنوات. يقع الأرخبيل في المحيط الهندي على بعد حوالي 200 كيلومتر من البر الرئيس اليمني، ويتألف من 4 جزر وجزيرتين صخريتين مع 50,000 شخص يقطنون هناك، غالبيتهم من الصيادين. وتقول اليونسكو على موقعها الإلكتروني إن الجزر تبدو كأنها امتداد للقرن الإفريقي، إنه موقع استثنائي من حيث التنوع الكبير في نباتاته ونسبة الأنواع المستوطنة. وبقيت سقطرى بمنأى نسبياً عن نيران الحرب التي تضرب اليمن منذ أكثر من 6 سنوات. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام، دائما كونوا بخير، إلى اللقاء.